هي دي صورة بريانكا تشوبرا بالساري الأحمر اللي نشرتها النهاردة على صفحتها في إنستغرام، ومن بعدها بقت فايرل على السوشيال ميديا مع صورة تانية كمان ليها بنفس الساري مع زوجها نيك جونس اللي قالت له I love you في تعليقها على الصور من بعد ما عادت كل المحتفلين بمناسبة كارفاتشوت. وكارفاتشوت هو يوم تقليدي في الهند بتصوم فيه المرأة المتزوجة من شروق الشمس لظهور القمر على نية سلامة وطول عمر الزوجة. امبارح صفحات السوشيال ميديا والمواقع الهندية ضجت بصور نجمات بوليود اللي احتفلوا بهذا التقليد مثل كاجول اللي نشرت عدة صور لها بالساري الأحمر. ومثل كل سنة سونيتا كابور زوجة أنيل كابور أقامت حفلة بالمناسبة حضروها نجمات وزوجات نجوم بوليوود مثل شيلبا تشاتي ونيلام كوتاري وبهفان بانداي زوجة الممثل تشانكي بانداي ومهيب كابور زوجة سانجاي كابور والمنتجة كريشيكا لولا اللي تألقوا كلهم بالساري الأحمر. ومش كل النجمات قدروا يكونوا مع أزواجهم في اليوم ده، فرافينا تاندون هي طبعا حاليا بتعيش في منطقة بعيدة جدا عن زوجها، نشرت عدة صور ليها وهي بتحتفل فيرتشوال. أما كاجال أرجول فكمان اتزوجت من فترة برجل الأعمال جوتام كيتشيلو، نشرت سيلفي بأوتفيت أحمر مع ماسك وعادت زوجها بأول كارفاتشوت ليهم مع بعض. يعني صحيح هذا التقليد هو بيعبر عن حب الزوجة أو المرأة للزوجة، بس الحلو كمان أنه في بعض أزواج الممثلات الهنديات كمان هن صاموا عملوا هذا التقليد أيضا، يعني مثل نيك جوناس زوج بريانكا وراج كوندار زوج شيلبا تعبيرا عن تقديره لحب زوجاتهم، وشفناهم أنه نشروا صورهم مع زوجاتهم وعبروا عن امتنانهم لوجودهم بحياتهم.